walla kulmayo bulshada ku dhaqan deegaanada kala duwan ee dalka jamhuuriyadda Djibouti waxaana weelay la socda ugaaska cusub ee beesha ciisaha ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim oo lagu wado in lagu calaamado saaro si rasmi ah dhinaca magaalada Zeelac bulshada ku dhaqan deegaan u dhow dhinaca degmada Holhol ayaa si wanaagsan soo dhaweeyay ugaaska beesha ciisaha ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim oo lagu soo dhaweeyay ciyaar hidiyo dhaqan و بشبش في السكي جرا و كايمك وقت قضينا جونا بريس بحضة إن شاء الله يلا قاعد بيحدونا ورون وحن جدو قاس بنتيجي دونا وقاس كيال كاتي مالا غحيري ما عصر هذا عصر هدو إلى هاي رضو إن أنا كبر حنا كتير جرا وزيل عميك على جوه يدو مركز زيل على جوه يدو صباحا سنت هدو إلى هاي رضو وعلى مسارك وقاس كنقطة قاس كون كفر حنا وكفر محبر برادنا ومحايدة وان اد بانو جعلي عالصبيح بانو قيمد جعيلة ديس وقاس كيغا وقاس مصطفى محمد إبراهيم عناكو شن ايه طبان سنة البلاء وقاس هاين اد يا اد بانو قفر احسن هاي وقاس مصطفى محمد إبراهيم حدي الى هاي نسيو باشا عيسا على قصور دحلي اد بانو قفر احسن هاي شعورتا اد بانو ناكسنتي بني بردان اوجي اغنى بيا عدي او قلت قديش اسكرا دقني الى هاي ونلقبت هاي شينا سايو السلام عليكم